لا شيء مستبعد في سيناريوهات الحرب في اوكرانيا لكن ثمه ما بات يتردد صداه مره واثنتين وحتى ثلاث انزلاق الامور الى حتى بادل الضربات بالاسلحه النوويه اشار تقرير لصحيفه نيويورك تايمز الامريكيه الى ان الدعم العسكري المتزايد من الغرب لكييف مقابل تهديد موسكو المباشر بالرد يثير القلق حول مدى التزام كل جانب بالخطوط الحمراء المرسومه الى حد ما تنقل الصحيفة عن بعض الخبراء الاستراتيجيين في المجال النووي أن الخوف لا يقتصر على تصعيد متعمد للحرب وإنما من أن يؤدي سوء فهم أو استفزاز بالطرف الآخر إلى رد قد يخرج عن نطاق السيطرة أما عن مستوى المخاطر فتضيف الصحيفة أنها وصلت لمستويات لم يشهدها العالم منذ أزمة الصواريخ الكوبية مع الإشارة إلى أن بعض النواحي قد تكون أكثر خطورة كما تنقل الصحيفه عن النائب السابق للامين العام لحلف الناتو قوله ان القاده الغربيين خلصوا الى ان الخطوط الروسيه لاستخدام الاسلحه النوويه في ازمه كبيره كانت صادقه نقطه اخرى هامه يشير لها تقرير نيويورك تايمز هذه النقطه هي حول ادراك الطرفان موسكو وواشنطن ان الضربات النوويه السريعه يمكن ان تقضي على قوتهما العسكريه في اوروبا بل وترساناتهما النوويه باكملها مما يعني ان كلا الجانبين يواجهان حافزا للانطلاق على نطاق واسع قبل ان يتمكن الاخر من القيام بذلك اولا ايضا تستطرد الصحيفه في تقريرها حول امكانيه ان تلعب السياسه الداخليه الامريكيه دورا ايضا خصوصا اذا استخدمت روسيا اسلحه كيميائيه او ارتكبت بعض التجاوزات الاخرى مما قد يضع القاده الامريكيين تحت ضغوط جمه لناحيه الرد بما يتجاوز ما قد تتوقعه موسكو